تسريب صورة فاضحة لأحلام الشامس وهي مكشوفة الصدر، انفجرت غاضبة، طلعوني بصورة محترمة. تصدر اسم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي محركات البحث وترند بعد أن انتشرت لها صورة وهي مكشوفة الصدر. وفي التفاصيل، علقت أحلام الشامسي على الصورة المتداولة وهي صورة تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وقالت: أحبكم تسوون لي صور على ذوقكم، بس أتمنى الحشمة في كل الصور ولو كانت بالكمبيوتر. شكراً، أنتوا جمهوري تحبوني لكن طلعوني بصورة محترمة. وفي سياق منفصل، كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو جمع الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والتونسية أميمة طالب في حفل زفاف أحيته في المملكة العربية السعودية، حيث مرتا بموقف طريف وعفوي. وقدمت المطربتان معا دويتو أغنية عيوني بس من ألبوم فدوى عيونك للنجمة الإماراتية التي نست لوهلة الكلمات فأسعفتها أميمة بسرعة. ومن ناحيتها، شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع متابعي حسابها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات مقطع مصور جمعها بالفنانة أميمة طالب، وردت خلاله أحلام على وجود شبه بينهما. وخلال الفيديو، عبرت أحلام الشامسي عن سعادتها بلقاء أميمة، حيث قالت: أميمة القلب، دمرنا الزواج بأغاني الحب والسلطنة. لترد أميمة بدورها قائلة: في كل مرة أسمع صوت أم فهد يرن في أذني، وفي كل مرة أسمعك فيها تغني وكأنها المرة الأولى، الله يحميك. أضافت أميمة قائلة: هل تعلمين أن الناس يشبهون فيك كثيرا؟ لتجيب أحلام: أتشرف أكيد وبكل سرور. وردت سابقاً الفنانة أميمة طالب على تعليقات الجمهور حول الشبه بينها وبين الفنانة أحلام الشامسي، خاصة مع تقارب بعض الملامح والصوت إلى حد ما. وأوضحت أميمة خلال تصريحات لها على هامش حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي أوردز 2024 أن تشبيهها بأحلام الشامسي يعد مصدر فخر بالنسبة لها، قائلة: يا ريتني أشبه أحلام الشامسي. مضيفة أن أحلام لديها طابع مميز للغاية في جمالها وملامحها وهويتها. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.